الجويه العراقيه راجعين من دبي الى بغداد. صعدنا كل المسافرين بالضبط متوجهين من دبي الى بغداد. صارنا تقريبا تاخرت الرحله ساعه، ورا ما تاخرت الرحله ساعه اجونا هسه يقولون اكو دب كان بالطياره بالقفص وكاسر القفص وشارك، يعني الدب يشرد من القفص. لكن وين صاير هاي؟ لازم ننزل حاليا وبعد تقريبا ما عرضيه لازم نرجع للصاله، ورا نرجع للصاله نرجع دور دبي اللي جاي، نرجع عفوا نرجع للطياره. يعني الحد يقول من كبر الدب ولازم الدب لازم ننقل على الطيارة العراقية حتى يروح العراق. شنو الحل؟ ترى العالم باحث كاتل الحرب كاتل الحرب.